8 ماي 45 دونك تقدر تتفضل هي تشرح المشروع تاعها. هل الاستقلالية نتاعها الطائرة الاستقلالية تاع الدرون تاع الدرون شحال الاستقلالية شحال الاوتونومي بدا يفر هو ما يهموش الدرون هو يهمو الحرائق pour la détection du feu et les incendies. Ça va les faire dans le temps. C'est quoi d'ailleurs pour la détection du feu et les incendies? Notre c'est des applications. Là là, شوف. Sna كاين عرض. كاين عرض من طرف المديرية العامة للغابات لكل الطلبة وكل المبتكرين اللي عندهم طائرات بدون طيار باش يساهموا في إخفاد في خمد حرائق الغابات. شاركت ولا ما شاركتش في المسابقة؟ هذا هو المسابقة دونك تكنيك راح نزيدوها إن شاء الله يبان يتساهم في إخفاد الحريق راح نزودوها بواحد الكرات، الكرات هذيك فيهم واحد الغاز، واحد الغاز من خلالها يساهموا في أين شفنا الحرائق هذه الأخرى هذه وميض هنا عندي نقول لصحيبي ربي يرحمه بنادم عسكري. احنا ان شاء الله المشروع باش تكملوا هذا المشروع باش تخلص تنتهي منه احنا راح نديروا نكملوا حتى النموذج النهائي حتى النموذج النهائي في ظرف 6 اشهر شوف شوف في ظرف 6 اشهر انت لازمك تفكر باش تطلب لابل تاع مشروع مبتكر وعطاو لك ولا مزال عطاو لك قبلوا لك قبلوا لك تروح نجيبها برك خلاص مبروك عليك A tourism business administration master student. I'm here to introduce our project, which is Algi Trip Talk voice guide application. It helps users to enhance their tourist experience by providing them an audio guide with multiple languages which show diversity and also which conveys the information in a smart way. Also, we offer GPS and QR code scanning for easy navigation, and moreover, we provide an online chat platform so users can interact with each other and share their tourist travel experience and for a better trips. 8 يومنا هذا 8 شويه شو عندكم حتى لاخر سنه باش تطوروا عدد المشاريع واللي ما عندوش لابل مشروع مبتكر يتوجه نحو المقاولة التي هي المصغرة ان شاء الله دور معنا ان شاء الله هذا اللي يخصنا يا استاذ ادريس عطيني التصريح ان شاء الله